جبل بن بابا خلونا نشاف. لحد اراضي الدوله الحين لحد ايش اراضينا وقت اقناع الحين بدنا نبني سلسله هالحين هام تبني حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية المباشرة من منطقة خلايل اللوز الواقعة جنوب مدينة بيت لحم. هذه المنطقة المرتفعة المطلة على مدينتي بيت لحم والقدس ذات الموقع الاستراتيجي التي يحاول الاحتلال السيطرة عليها. تشهد اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين على المزارعين في هذا المكان ومحاولات حثيثة من قبل الاحتلال للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي. قبل حوالي عام من الآن أقام المستوطنون هذه البؤرة الاستيطانية الجديدة، كانت صغيرة في بدايتها ومن ثم سرعان ما بدأ المستوطنون بالتوسع ووضع مزيد من البيوت المتنقلة وشق مزيد من الطرق لتوسعة هذه البؤرة الاستيطانية. وخلال هذا العام شهدت هذه المنطقة اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين القاطنين في هذه البؤرة. هذه الاعتداءات طالت المزارعين والأشجار وكذلك البيوت القريبة. هذه المنطقة هي نائية نسبيا والطريق إليها صعبة ووعرة، وبالتالي يحاول المستوطنون
من خلال استغلال هذا الظرف الاستفراد بمزارعي هذه المنطقة وشق مزيد من الطرق بشكل مستمر لتوسعة هذه البؤرة الاستيطانية وفرضها كأمر واقع. في هذه الأثناء نشهد قيام جرافة الاحتلال بشق هذا الطريق الاستيطاني وهدم الجدران الحجرية المستخدمة في الأغراض الزراعية لمزارعي هذه القرية. يأتي ذلك بعد ليلة من قيام المستوطنين بالاعتداء على أحد البيوت بالحجارة وتكسيره وتحطيم أثاثه ومحتوياته. في هذه الأثناء نشهد مشادة بين صاحب هذه الأرض والضباط الذين حضروا برفقة المستوطنين وبرفقة جرافة الاحتلال العسكرية لتجريف هذه الأراضي الزراعية وشق الطريق الاستيطاني على حساب تلك الأراضي.
بشي والله ما حدا اجى يا زلمه، ما حدا اجى. شو الهبل؟ الصحافه. السلام عليكم. لو سمحت. انت من اصحاب الارض؟ ها؟ فتحوا الشارع لحد يتفوق دارك مروح لحد حدودي مروح. قلنا لهم يا عم يحطوا لنا رجم دبش محل ما انت لحد هنا، سكروا الطريق اللي ما يمرقش بنهالجزمه. نائب وسيم قال انا والله ما بقدر ما بقدر، خلاص احنا بس نروح بنحطها فيها دبش ونسجل. شوف شفنا نسوي مجبورها. السلام عليكم. إذن متواصلون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية المباشرة من هنا من قرية خلائل اللوز، حيث يقوم الاحتلال بتجريف أراضي زراعية تتبع لمزارعي هذه القرية. يأتي ذلك بعد ليلة من اعتداءات المستوطنين على أحد المنازل الموجودة بالقرب من هذا المكان وتكسيره وتحطيم محتوياته. معنا السيد عثمان صاحب الأرض التي تم تجريفها من قبل الاحتلال قبل قليل. الله يعطيك العافية. الله يزيدك وعافية. يعطيك العافية أخي. احكي لنا شو اللي صار اليوم. والله احنا مشاكلنا مع اليهود مش من اليوم. احنا لنا من سنة بجوز لنا بجوز 10 سنين بنعاني من المشكلة معهم، بس اليوم طالع لنا قرار بقول لك في عنا أراضي دولة، وهي ما هي أراضي دولة. احنا أراضينا كلها طابو تركي وإخراج كيد إسرائيلي وطابو فلسطيني، وهذه قرارات ما هي قرارات عسكرية، هذه قرارات كلها من إدارة المستوطنين، لأن القائم هنا كلها مستوطنين، وبدهم طريق يأخذوا من أرضنا من أولها لآخرها عشان يمركوا من أقصى الغرب تاعها لأقصى الشرق اللي يمرك على إسكان جامعة بيت لحم. وقلنا هينا مبارح ضربوا دارنا، طبشوا القزاز، خلعوا الألمنيوم، بنعاني وما أنت لاقي حدا لا نصير وفيش حدا مساعد. وإحنا للأمانة لنا سنين بنعاني من هذه الظروف اللي إحنا عايشين فيها. هذا الشارع اللي بيحاولوا يشقوه بده يصل بين البؤره الاستيطانيه واسكان الجامعه. اي نعم، هذا الشارع اللي بيحاولوا يشقوه انهم بدهم يمركوا الشارع هذا من البؤره الاستيطانيه من الجهه الغربيه، بدهم يضلوا طالعين على الاسكان وعلى منطقه ابو نجيم او على بيت لحم دور مباشر. طيب تواصلتم مع مؤسسات؟ شو كان دور المؤسسات في والله؟ يعني اسمع، دور المؤسسات انت مش غريب عن الوضع، للامانه بتحس انه ضعيف. يعني انت يوم تتواصل مع سين من الناس بقول لك انت اكف، انت صور، انت اعمل، انت سوي. طب انا مواطن اعزل، وهذا مستوطن مسلح، وهذا عسكري مسلح، وهذا وانت ما انت عارف شو بدك تسوي. تتواصل مع المؤسسه المعينه بقول لك يا عمي والله انت اكف، انت اعمل، انت طب يا عمي انت كضابط مثلا في المؤسسه معينه ودي ورا ضابط اسرائيلي مثلا او مؤسسه للقائمين على هنا من الجهه الاسرائيليه، وتها يا عمي ما دام انتم في تنسيق بيننا وفي طب بالمنطق اللي احنا شايفينه. وحلني يا اخي،
حل حرر لي أرضي يا سيدي. بديش تحررها بس أنا أكلم فيها أحفظ أرضي اللي أنا قائم عليها. هذه أراضي مش من اليوم، هذه من أرض من سنة 1800 وشوي، هذا طابو تركي باسم عيلتي باسم أبو كامل، والكل بشهد إن هذه أرضي وأنا طابو موجود يا سيدي. وهذول جماعة قاعدين بدهم يوم 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 ما يبشوفك أنت، وقفنا لحد موقف لحد معين قال خلاص بطلنا نشتغل وسحبوا حالهم وروحوا، بدهم يريحوا مستوطنينهم على حساب. والله ما الواحد مو عارف شو يسوي يا أخي والباقي يعني. وقد ما تقول دك تناشد ما بدك، ما بتعرف مين دك تناشد مين دك تروح يعني. المؤسسات تاعتنا بشكل عام ضعيفة. البيت اللي اعتدوا عليه بالأمس وين، في أي منطقة؟ في رأس الجبل فوق، طبشوا الألمنيوم عنا وإحنا كنا برا الدار، واجوا طبشوا الالمنيوم وفغصوا وكسروا القزاز. وهي والله وديتني اليوم عشان بدنا نصلح الالمنيوم، لان الدار بده بلا مؤاخذه في السقع في هالبرد الشديد ما بتقدر تعيش بدون. منيح ما غامروا فينا وشبروا الحال. انت ساكن في البيت؟ صحيح. فللامانه الواحد ما هو عارف شو بده يسوي يعني. مشكلتنا صعبه يعني، احنا في هالجبل هذا ولازم يعني لازم لازم يلقى لهم حل لأهل المستوطنين هذولا، لأنهم هم بيشتغلوا سيكين الدولة، وإحنا بنعرف إنهم هم اللي جارين الدولة الإسرائيلية وراهم. بس إحنا كلمة فيها، مدام في تنسيق لازم أنت تيجي تكتمها يعني. أنا بناشد تعين مؤسسات الارتباط المدني هم المسؤولين، هان هم اللي بيقدروا يتواصلوا مع الإسرائيليين بالطريقة اللي يوقف حدك يا عمي. تعال شوف يا عمي، هذه أرض فلان، هذه أرض، هذه أراضي ممنوع تفوت، هذه ملكية خاصة. وما بيعرفوا الإسرائيليين ملكية خاصة. حكينا عن هاي القرية، هاي القرية أنا لاحظت إنه المواصلات لهون صعبة، ممكن هذا يكون ساعد المستوطنين في الاستفراد في السكان والمزارعين هان. والله إحنا سيدي إحنا في خلايل اللوز، إحنا نولدنا في خلايل اللوز مش من اليوم، إحنا من سنة اللجوء من 48 لليوم وإحنا أراضينا عايشين سيادنا هان. وعانينا وزفت الشارع وطريقنا مواصلاتنا صعبة وحياتنا صعبة للأمانة، بنعاني كثير يعني، حتى قيمة المواصلات بتعاني منها كثير. الشارع مطبش قعد سنين مطبش، هاي مكعلين بكل في مشروع زفته وبدنا نشتغل فيه. بس أسوأ من هيد وضع يعني، أنت بتلف، أنا بتلف بتمشي في قرى كثيرة، بتمشي في مدن كثيرة ما بتلاقي بسوء اللي احنا عايشين. عندنا اسكان الجامعه فيه 200 وحده سكنيه تقريبا، 150 وحده سكنيه. هذا لو يتعمر الاسكان، انا بشكل عام انا بدي احكي على اصحاب الحين الاسكان، لازم الاسكان هذا يتعمر، لازم تعمر بنيه تحتيه للاسكان اللي انت تشجع المواطن انه يعيش في الاسكان هذا. احنا عندنا هيوتنا، هاي دار عندنا، ها دارنا فوق يعني، اناره شارع ما فيه، اناره شارع زي ما انت شايف هان ما فيه. احنا بس بدنا نسوي انتخابات، بدنا نسوي شيء، ما بيضحكوا على الحال المواطن لا يا عم. الاسكان هذا لازم نزفت وعند كل الامكانيات ان المواطن يرتاح في الاسكان. واجانا بدل المسؤول 10 بدل الوزير 5 اجانا على الجبل وعلى الاسكان، ويقول لك ان هذا الاسكان مهمتي يا عمرو، وما عمر. للامانه احنا بنعاني من المسؤولين اللي كل يوم بيجيك مسؤول. وفي انا يعني اسمع، من سنه 2000 هذا الاسكان، لازم الاسكان هذا بكل بنيته التحتيه من زفت من مجاري من كل اللي تشجع المواطن. انا بلا مؤاخذة ساكن في مدينه، اجي اسكن هام في الوعره، ما فيش شيء اللي انا اعيش فيه. فاحنا بنناشد يا سيدي الاسكان هذا، البلديات، الحكم المحلي اللي هو مسؤول عن هالمنطقه، يزفت لنا الاسكان، طلع يسوي لنا اناره، يسوي بنيه تحتيه للشوارع اللي عندنا، نزفتوا لنا. احنا عايشين يعني، احنا عايشين في قريه، احنا عايشين الامانه وضع الناس صعب، لا في مواصلات ولا ما، وضع سيء الامانه. اسكان زي هذا لازم اليوم كل مقومات الحياه لك يا اخي. اسكان بيجيني بس لتدريب الجيش الاسرائيلي، ومنطقه بي منطقه سلطه. طب ليش انت ما تهيئ للناس الشارع هذا؟ ليش انتوا اخذتوا شريتوا اراضي وقبضتوا مصاري على فرض وبعتوا اسكانات؟ بس انتوا لازم تعمروا هذا الاسكان، لازم تعمروه، لازم كل منطقه الاسكان مع المنطقه الغربيه تطلع على راس الجبل فوق. هذه اراضي عندنا احنا، ارض ابو كامل هانا 157 دنم طابو تركي، وإلنا سنين بنعاني وخسرنا بطابو وخسرنا بدفع مع المحاميين الاسرائيليين، وما زلنا احنا بنقول بنقاوم يا سيدي احنا بس بدك انت بلا مؤاخذه بدك مساعد، بدك مساعد من جهات مسؤوله اللي تيجي تكت معاك. فيش اليوم شو كان التجريف؟ قديش كانت المناطق اللي تم تجريفها؟ هذول بيحكوا لك على مناطق تقريبا في عندنا 40 ل 50 دنم بتم اياها. هاي ال
لصالح الشارع؟ بدهم اياها تقريبا 40 ل 50 دونم. هذول قاعدين بيحكوا عليها. لا يا عمي، هذه كلها اراضي باسم ابو كامل. طابو ترك اخراج قيد اسرائيلي، طابو فلسطيني معروف حدودها من الشرق للغرب. فاحنا يا سيدي العزيز، اذا المواطن ما عنده امكانيه انه يحط محامي، ما عنده السلطه يا اخي تيجي تجيب تحط افضل محاميين في البلد، ان كان من الداخل ولا منها، افضل محامين وتساعد المواطن اللي عندنا، المواطن الغلبان. الامانه المواطن غلبان. احنا وصلت رسالتك، شكرا. شكرا جزيلا لك. شكرا. اذا هذه كانت شهاده احد اصحاب الارض التي تم تجريفها من قبل جرافات الاحتلال لصالح شق طريق استيطاني يربط بين هذه البؤرة الاستيطانية وإسكان جامعة بيت لحم القريب من هذا المكان. هذا الإسكان تم إنشائه في عام 2000 وهو يعاني بنية تحتية سيئة. الاحتلال يحاول في ظل ضعف البنية التحتية وضعف التواجد السكاني الفلسطيني في هذا المكان، يحاول السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي في تلك المنطقة، وهو اليوم قام بشق هذا الطريق الاستيطاني للربط بين تلك البؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة على التلة المقابلة وكذلك بينها وبين هذا الإسكان. المواطن أو صاحب الأرض التي تم تجريفها يتحدث عن نية الاحتلال بالاستحواذ على ما بين 40 إلى 50 دنم من الأراضي لصالح شق هذا الطريق، لكن نحن نشهد ونشاهد يعني أن هذه المنطقة وهؤلاء السكان يشهدون اعتداءات المستوطنين بشكل مستمر، كما قلنا نتيجة استفراد المستوطنين بهذه المنطقة ومحاولاتهم للسيطرة عليها. وكما استمعنا إلى شهادة صاحب هذه الأرض، هو يناشد المؤسسات ومن يملك القدرة على تعزيز صموده في هذه الأرض من خلال استصلاح الأراضي ومد واستصلاح أو البنية التحتية لتعزيز صمود الناس في هذه المنطقة من خلال تعبيد الشوارع ومد خطوط المياه والكهرباء والإنارة، وذلك لمساعدة الناس على الوصول إلى أراضيهم وبيوتهم، وكذلك تسهيل وصول الناس للسكن في هذا الإسكان. إذن كانت هذه التغطية من هنا من قرية خليل اللوز الواقعة جنوب مدينة بيت لحم، حيث أقدمت جرافات الاحتلال على تجريف هذه الأراضي بعد ليلة من قيام المستوطنين بالاعتداء على أحد هذه المنازل. حاليا جرافة الاحتلال تعمل على تجريف أراضي بالقرب من البؤرة الاستيطانية في التلة المقابلة. سنتوقف معكم الآن مشاهدينا الكرام، وسنعود في حال جد جديد.